بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني أخواتي أهالي القيروان، مرحبا أهلا وسهلا بكم. نتقابلوا في هالحصة التلفزية هذه باش نقدم لكم روحي ونقدم لكم البرنامج السياسي في دورة الانتخابات التشريعية. أنا اسمي محمد ليدي الغريبي، أصيل منطقة الشريطية من سيدي عمر بوحاجلة، مرشح على دائرة القيروان ضمن قائمة فرسان الحرية. قائمة فرسان الحرية هي قائمة مستقلة. علاش اسمها فرسان الحرية وعلاش مستقلة؟ علاش مستقلة؟ أولا لأني لا أؤمن بديمقراطية الأحزاب في تونس. الأحزاب في تونس ما هيش ديمقراطية، كل شيء يمشي بالتعيينات وأنا نرفض هذا. علاش اسمها فرسان الحرية؟ فرسان الحرية لأني الفروسية نعرفها متجذرة في أهالي القيروان، في أهالي جلاس. الفروسية ليس فقط ركوب الخيل وإنما هي فيها برشا معاني. الفروسية مروءة، الفروسية رجولة، الفروسية كرم، الفروسية عطاء. من هناك علاش سميتها فرسان الحرية. عندي برنامج سياسي طموح، برنامج في إطار هو في شكل مشروع سياسي متكامل. الحقيقة الوقت ما يكفيش باش نشرح كل شيء، ما باش نعطيكم الأفكار الكبرى. أنا عندي أفكار لمشاريع وطنية كبرى، كما ربط شط الجريد بالبحر الأبيض المتوسط. هذا مشروع دولة ينجم قادر باش يشغل أكثر من 200,000 عامل، أما يلزم إرادة سياسية، معناها يلزم حكومة قادرة باش تطبق المشروع هذا. يعني تصوروها مشروع يربط البحر بولاية توزر، يعني توزر وتطاوين ومدنين وكل يصبحوا معناها ولايات ساحلية، إلى جانب إمكانية باش يعملوا ميناء عميق، إذا إمكانية باش يعملوا مصانع كبرى باش يعملوا، وكل هذا الكل تسهلوا عليهم، فهمت، دخول الماء إلى حدود ولاية توزر. كما عندي مشاريع في على مستوى الطاقة، مثلا مفاعل نووي مثلا يخفض بقيمة أكثر من 50% فاتورات الكهرباء للتوانسة الكل. إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية طاقة نظيفة وطاقة رخيصة، يلزمها كالعادة إرادة سياسية. أنا عندي مشاريع بطبيعة الحال جهوية لبلادي، أنا مش ندافع على حق القروان، على حق القراوة، على حق أهالي القيروان الكل، مش ندافع على حقوق الفقير والضعيف، حقوق أيا كان، فهمت، من القروان يستحق لي أنا موجود. إن شاء الله إذا كان وصلت نوصل نمثلكم في مجلس الشعب، إن شاء الله باش نكون في مستوى تمثيلية، وتأكدوا لي أنا باش نشرفكم ونشرف أهالي القيروان الكل. ما بقى لي كان نقولكم بارك الله فيكم، وإن شاء الله تصوتوا لي وصوتوا قائمة فرسان الحرية باش نكون صوتكم المسموع في مجلس الشعب.